آلاف السنين مرت في شوارع هذه المدينة، مدينة تاريخية تم التصارع عليها مرات ومرات عبر التاريخ، واليوم تعيش حلب حربا أخرى. وكلما دخلت عمق المدينة القديمة يتعاظم صوت المعركة، ولابد أن الذين اختاروا البقاء في المدينة نجحوا إلى الآن في تجنب الموت. وهنا إشارة بسيطة تحذر من انتشار القناصة في المنطقة. تمكن المتمردون من دخول قلب المدينة القديمة، معلم تاريخي بات ممزقا بسبب الرصاص، والدمار آخذ في الانتشار. حلب مدينة محاصرة، وبات القتال فيها من حي إلى حي ومن دار إلى دار. أما المقاتلون فما فكوا يطلبون المدد الخارجي منذ أشهر، وللمرة الأولى نرى الدليل على أنهم يحصلون عليه. صندوق أسلحة أوكرانية صنعت وأرسلت خصيصا للجيش السعودي، لكن ما هو محتواها وكيف وصلت إلى أيدي المسلحين في حلب يبقى أمرا مجهولا، لكنها توحي أن هناك في دول الخليج من يساعد المتمردين على قلب نظام حكم رئيس بشار الأسد. وفي الواقع كلا الطرفين يحصلان على دعم خارجي في حرب بالوكالة تهدد إقليما هشا بالأساس. هناك جو من التوتر والهدوء المخيف عند خط التماس هنا، وبين لحظة وأخرى تسمع أصوات الرصاص والقناصة منتشرون بكثافة، حتى أن بعض المتمردين وضعوا مرآة كي يتسنى لهم معرفة ما يجري في الطرف الآخر من الشارع الذي تبدو عليه آثار القصف العنيف لإنهاء التمرد. You can see what the government's response has been, massive firepower to try and crush the rebellion. المعركة هنا غير متكافئة، والمتمردون لا يعرفون كيف تواجه القوة النارية والقصف المتواصل، حتى أن المقاتلين يحاولون التسلل كي لا تلحظهم القوات الحكومية. بالرغم من تفوقها وقوتها لم تتمكن القوات الحكومية من التقدم السريع. أرانا المقاتلون نقطة تفتيش للجيش السوري، وبالرغم من أنهم يقاتلون من أجل مستقبل سوريا إلا أن كلا الطرفين يتصارعان على كل شبر من الأرض. الشوارع الخالية دليل على فرار الآلاف من حلب، إلا أن البعض يقول إن لا مكان يمكن اللجوء إليه. أضحت حلب اليوم نقطة علام في هذه الحرب الأهلية الطاحنة، ليس بوسع أي طرف تحمل الخسارة، لكن الحقيقة تقول إن أي منهما لم يحقق الانتصار. ليبدو أن ما يجري هو موت بطيء ومؤلم لسوريا.